السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد على قناة المبرمج. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقوم بشرح لكم تطبيق جميل جدا لمشاهدة كرة القدم جميع مباريات الدوريات العالمية والعربية. التطبيق هو WSS. من أجل تشغيل التطبيق سنحتاج إلى تطبيق آخر وهو ميكس بلاير. من أجل تحميل تطبيق WSS هذا هو رابط التطبيق، ما عليك هو الدخول إلى الرابط ثم التوجه للأسفل والضغط على هذا الرابط، ثم بعد التحميل تقوم بتنصيب تطبيق عادي كما نصب أي تطبيق. بعد ذلك تقوم بالدخول إلى التطبيق عفوا كما ترون هذا هو واجهة التطبيق، يعني تطبيق جميل جدا يتوفر على جميع القنوات العالمية كما ترون سكاي سبور، أورو سبور، فوكس سبور، مجموعة من القنوات، إذاعة مانشستر، إذاعة تشيلسي، مجموعة من القنوات كما ترون، قنوات بين سبور جميعها كما ترون. كما ترون التطبيق يطلب منك أن تقوم بتحميل تطبيق ميكس بلاير، ما عليك هو الضغط والتوجه إلى بلاي ستور ثم تحميل التطبيق عادي. ما يمكنك أن تختار أي قناة تريد أن تشاهدها، مثلا سأختار سكاي سبور كما ترى. يتوفر على مجموعة من الروابط ك 2G SD، يعني روابط مثلا قناة سكاي سبور جميلة جدا، حتى لو كان نت ضعيف جدا 3G أو 2G كما ترون تشتغل جيدا. اختار رابط آخر، ترون يمكن اختار اي رابط وتشغل عليه القنوات. وانتظر هذا الرابط ايضا عفوا اختار قناة فوكس، ضغط على هذا الرابط they could shoot outside. I think they were second in the NBA field 3-point field goal percentage. And then they felt some pain, Colin. The last 2 years they've been. لا تنسوا زيارتنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.